ابو محمد كلامك صحيح. قوانين لازم تتغير. ابو محمد الحين الجمعيات العموميه من يحاسبها؟ يعني اذا الدوله، ونتكلم عن الدوله ها، ونتكلم عن الحكومه، ونتكلم عن الهيئه، ونتكلم عن اللجنه الاولمبيه الان اللي مسيطره ومهيمنه على الوضع الرياضي في البلد. اذا الانديه قاعد تشتغل، الجمعيات العموميه قاعد تدمر الرياضه، ما حد يقدر عليها؟ الحكومه والدوله ما تقدر عليها؟ معقوله ان جمعيات عموميه اقوى من قرارات مسؤولين في الدوله وفي الحكومه؟ راح جراثيم هيمنه خلاص. يعني هذا دور الدوله. انت شوف دول مجلس التعاون الخليجي كلهم اكو واحد يرفع راسه؟ اكو جمعيه عموميه تقدر تتخذ قرارات بدون موافقة الدولة؟ في استعداد؟ لا 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 دولة مؤسسات، لا 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 دولة مؤسسات، هذه ديمقراطية، دولة حتى مرتبة للديمقراطية. يا ابو حمد انا ما اتكلم عن الاندية في اختيار الاشخاص، انا ما اتكلم عن الاندية، انا ما اتكلم عن الاندية، تختار لي عضو، تختار لي عضو جمعية عمومية لمجلس إدارة الاتحاد الكويتي لكرة القدم، شنو السي في ماله؟ هل لعب؟ هل مثل المنتخب؟ هل عنده قدره في الاداره؟ ما عندهم يا ابو حمد. انا ما اتكلم عن نظام، انت تبي نظام دكتاتوري يصير عليه؟ هو دكتاتور تحاسب منتخب قاعد يخسر ويتبهدل، وجمعيه عموميه وش دور الدوله اذا منتخبك قاعد يتبهدل؟ اسوء دول الخليج وجمعيه عموميه ما تقوم دوره. شنو لحظه اكو 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 مسلم يلعب قمار، يلعب بالاسلام ولا بالمسلم نفسه؟ ديمقراطية ايش عليه؟ سلوك صحيح، مشكلة سلوك في البلد. قاعد نشتغل ديمقراطية بشيء غلط، خطأ ايش عليه؟ ما لنا شغل ديمقراطية، احنا قاعد نقول اختيار الجمعيات العمومية، احنا قلنا غلط، احنا قاعد نقول غلط، لازم يحاسبونهم الجمعيات العمومية. خليه يحاسب، المشكلة في المشكلة في ما يحطون من يمثلهم. ابو بدر اليوم في مجلس إدارة الاتحاد، أنت مو نقدك يا أبو بدر، أوكي، لأعضاء مجلس إدارة الاتحاد الكويتي لكرة القدم، من اللي رشحهم؟ للأسف أنديتنا. والأندية من يحاسبها؟ ما حد. اللي اختارت لنا الفاشل الجمعيات العموميه اللي هم المواطنين، والمواطنين للاسف اختياراتنا غلط. لا لا لا.